كيطلع في لاسانسور، لاسانسور دائما كيكون اجور بحكم ان ريزيدونس فيه السنديك. طبعا وما نساوش اهم حاجه انك فيها حتى العساس، وهكذا كتكون نتوما محميين ومامنين وحتى وليداتكم مامنين. دونك مع الدخله ديال لابارتمون راه باينه الصاله ديالها كيفاش عامله، ولكن غنصوروها اون جينيرال. هي هنايا كيتواجد الصالون كيف ما صورت لكم فاتي مع الدخله، هنايا اللي كتصور فاتي كاين الكولوار اللي هو جامع ما بين جوج بيوتا، بالكون، كوزينة. وكوزينة راه امريكان، علاش؟ حيت فيه بيت زائد كوزينة اللي مفتوحين على بعضياتهم. دونك الصالون ديالنا المساحة ديالو هي هادي، خليك فاتي تما وانا غنرجع للور باش تشوفوا غير المساحة ديال الصالون شحال كبيرة بزاف. يعني صالون 100% غيتفرج مغربي، حيت هاد المساحة هادي ما كيعمرها غير صالون مغربي. ولكن كنرجع نقول لكم اذواق لا تناقش، يعني نتوما ورايكم، نتوما والاحتياجات ديالكم. بغيتو تفرجوا هكا صالون عصري مزيانه، بغيتو تفرجوا هكا صالون مغربي اللي معروف هو انه كيكون ستوندار، سداده، كونات الجناب، طوابل. غير هو غتكون جوج طابلات بحكم ان المساحه الصالون كبيره كبيره بزاف. ودابا غادي نشوفوا الديزاين ديال السقف ديالنا، هو اللي اعتمد عليه، هو ديزاين مغربي 100%، اعتمد على القبس اللي هو كيف فيه زخرفه مغربيه، اللي هو فن مغربي غني يعني التعريف، وكيعطي طبعا طبعا جماليه لابارتمون ديالنا. وكل حاجه محطوطه في المطعه، وكل ديزاين او الزواق او الزخرفه نزله في المطعه. دونك راه باينه من السقف هو انه كاين تريا اللي كتكون هنا الاولى، وكاين في الجهه الثانيه تريا اللي كتكون الثانيه. هنا زيدتو تاكدتو باللي الصالون ديالنا راه المساحه ديالو فريمون هي مساحه كبيره، غتهز لكم بزاف ديال الحاجات. سينو الا كنتو باغي انكم تسيباريو الصالون، تعملو نص فريشه عصريه ونص صالون مونجي، اولا على حسب الاختيارات ديالكم نتوما، على حسب الذوق ديالكم نتوما شنو باغيين يكون هنايا. بالنسبه لابانتيغ هنايا في الكولوار اختار انه يعمل هاد النوعيه ديال الصباغه اللي معدله بالرمل. راه في النهار اللي كتكون ضربه الشمس هنايا كتبان بحال الحيط ديال النحاس، بحكم انه معدل تقريبا كامل بالرمل، صباغه مخلطه بالرمل، يعني الديزاين اللي هو جديد ومزيون. وبالنسبه للكولوار ديالنا اختار انه يعمل هاد التقويصات ديال القبس مع الدخله ديال الصالون، وفي كل وقت كامل لخاص السقف اختار انه يعمل زواق اللي هو خفيف باش ما يجيش داك الشيء ترو شارجي. وهنا غندخلوا مباشره باش نشوفوا البيت النعاس اللي كاين الاولاني وماشي الاخراني، راه كاين بزاف ديال بيت النعاس. دونك بيت النعاس الاولاني اللي المساحه ديالو كافيه انك تستغلها كيف ما بغيتي، سواء تستغلها كبيت الكلاس، سواء تستغلها كبيت النعاس ديال العواوين، سواء تستغلها كشومبر برينسيبال. ولكن انا كنيفيتي شومبر برينسيبال بحكم ان ديجا كاين شومبر اخرى اللي هي المساحه ديالها كبيره وكطلع على الشارع الرئيسي. دونك حنا عادي ان الوالدين ديالنا كنحاولوا ما امكن ياخذوا الحاجه اللي كتكون احسن حاجه في لابارتمون ديالنا. بالنسبه للديزاين هنا اختار انه يعتمد على ديزاين اللي هو خفيف خفيف بزاف، ولكن راه ديال القوس. دونك كيف ما اجتمعنا السقف الديزاين ديالو اللي هو بسيط ومزيون، حتى لابانتور اللي اختار هنايا جات موالمه للسقف. بالنسبه للطاقه اللي كاينه في هاد لاشومب هادي، كتشوفوا لاشومب مشمسه، يعني الطاقه اللي كاينه في هاد لاشومب راه كطلع على البالكون اللي كاين الرئيسي هاد لابارتمون هادي. غير كفكره باش نوضح للمشاهدين ديالنا، هو ان لابارتمون ديالنا راه كانت عامره عامره بلي تيغاس ولي بالكون، ولكن مقدر اختار انه يستغل المساحه ديال هادوك كاع لي تيغاس اللي كانوا ويدخلهم مع لابارتمون، وهكذا كيستافد من المساحه ديالو، وكترجع لابارتمون المساحه ديالها كبيره اكثر من اللي كانت. ودابا غادي ندخلو نكتشفوا لا شومبر الثانيه اللي ذكرتها قبيله، لا شومبر اللي من الاحسن انها تكون شومبر بارونتال او لا شومبر برينسيبال ديال لي بارون. يعني المساحه ديالها انتما كتشوفوها المساحه اللي هي فريمون كبيره، لا تقدر تنزل فيها كامادو، لا تقدر تنزل فيها الماريو، لا تقدر تنزل فيها طابله المكياج، كوكيطه الجناب. راه كتعرفوا البيوت ديال الناس كيكونوا ستوندار
وايضا لا بغيتي دير شي جليسه مثلا بكنبي. كيف ما قلت لكم انكم تستافدوا من المساحه ديال هاد لا شومبر بحكم ان المساحه ديالها فريمون اللي هي مساحه كبيره تقسموها وتعملوا مثلا كما دوبل وديدو كنبيات في الجناب التلفازه بحكم ان بزاف ديال الناس كيبغيو هذا الديزاين هذا يكون في لابارتمون ديالهم او لا في لا شومبر برينسيبال ديالهم. ودابا باش ما نزيدش نطول عليكم اكثر نمشيو نكتشفوا الباقي ديال لابارتمون. ولكن قبل ما نخرج من هاد لا شومبر راه كاين الطاقه اللي كتطل على الشارع الرئيسي راه كاينه من الحيط حتى للحيط، ما كاينش ديك الطاقه اللي كتكون في الوسط ديال الحيط ومن الجنب كاين غير مثلا الحيط، لا راه كاين الطاقه من الطرف حتى للطرف على داكشي كتشوفوا لا شوم مشمسه بالمزيان. واخا حنا كنصوروا دابا راه الشتاء كطيح يعني عادي تكون الحاجه مظلمه. هنايا كاين البلكون اللي ديجا شفتوه معنا قبيله من البيت الاولاني، البلكون اللي فريمون كانت المساحه ديالو رائعه، تقدر تستغل كيف ما بغيتي، تقدر تنزل فيه الماتيريال، تقدر تعمل فيه شي جليسه، وراه كيطلل على الواجهه الثانيه اللي كاينه في هذا لابارتمون. علاش؟ حيت لابارتمون ديالنا فيها جوج الواجهات وكتطلل على الشارع الرئيسي، كاع البيس ديالها كيطلعوا على الشارع الرئيسي ما عدا هذا البلكون هذا هو اللي كيطلل على في وسط العمارات. هنايا كاين الحمام ديالنا الرئيسي اللي كاين في هذا لاسي ديالنا اللي هنايا اختار انه يعمل ديزاين زوين، يعني لعب ما بين لي كولور باش دورو بهاد السينيفا سيبارا الزلج ديالنا بهاد السينيفا اللي فريمون كان سينيفا رائعه عطات جماليه للحمام ديالنا. خسر جوج ديال انواع الزلج، التام اللي لعب عليه هو التام الباج والقهوي مغلوق، دونك كاع لي ماتيريال سانيتير كاينين في هاد الحمام هذا. وايضا كاين حتى البيدي اللي كيطلبوه بزاف ديال الكليون ديال شركه افيت كونجي، كيقولوا لك حنا سي ميو انه يكون البيدي في التواليت، دونك راه البيدي كاين هنا كاين البانيو، يعني كاين كاع الاختيارات المحببه عند الناس كاين في هذا الحمام هذا. باش ما نزيدوش نطولوا عليكم اكثر غندخلوا مباشره للكوزينه ديالنا اللي هي كوزينه رائعه رائعه، وحتى المساحه ديالها فريمون مساحه رائعه، حتى الديزاين اللي استعملوا هنايا ولا اللي اعتمد عليه كان في المستوى. علاش؟ حيت بزاف ديال الناس كيقولوا لك حنا بغينا شي كوزينه اللي تكون اننا ناكلوا فيها ونشربوا فيها وتكون الدار بعيده على الروينه ديال الماكله والروينه ديال الحاجات مثلا الغداء ولا ديال الفطور. دونك الكوزينه هذه حققت لكم الامنيات ديالكم. علاش؟ حيت كاين لا شومبر اللي كاينه في وسط الكوزينه، كوزين فريمون اللي هي كوزين امريكان. هنا بامكانكم انكم تعملوا موطع ديال الكلاس، كنبيات، صدادات، طابله، وهنايا طبعا الكوزينه ديالنا كاين حتى لانستالاسيون ديال الضوء، يعني هنا ديجا غيكون نورمالمون لي سبوت اولا بومبيات اللي غادي تختاروهم نتوما. وديجا كاين من غير الاضاءه اللي غتكون هنا بالمزيان كاين الطاقة اللي كتطلل حتى هي على الشارع البرينسيبال ديال العمارة هو الشارع الكبير. دونك هنايا كاين هاد لاكويزين هادي سيباراها بهاد المرمى أولا هاد المرمية هادي، اعتمد عليها هاد النوعية ديال المرمون اللي كاينة في الكوزينة كاملة. قبل ما نكمل معاكم الكوزينة كنبغي نقول للمشاهدين ديالنا اللي كيبغي يشوفنا حصريا اكسكلوزيف ما عليه غير يتابعنا، راه كنزلو لكم سكرين شوت فاتي هنايا سكرين شوت اللي فيها اليوزر نيم ديال الانستغرام، تما فعلوا الجرس اكتيفيو لي نوتيفيكاسيون حيت معظم الناس راه ما كيوصلوهمش نوتيفيكاسيون سوا ديال الانستغرام سوا ديال اليوتيوب، راه تقدروا تكونوا ديزاكتيفي نوتيفيكاسيون. راه كنزلو في الانستغرام ريلز كنزلو فيها ستوريات اللي كيكونوا حصريا ما كيتنزلوش في لاباج برينسيبال ديال اليوتيوب ولا لاشين برينسيبال ديال شركة افيتو طونجي، وهكذا تقدروا انكم تزوروا داك البروداكت حصريا وانتم الاولى قبل ما يتنزل في لاشين برينسيبال ديال افيتو طونجي. سينو راه تابوناو في اليوتيوب وفعلوا الجرس يعني باش يوصلكم الجديد وما يدعولكمش الهمزات اللي اصلا ما كيكونوا همزات فريمون راه كيطيروا في نهارهم، وكي ماشي غير في نهارهم الصراحه، راه ان فوا كيتنزل الفيديو راه كيعيطوا في التليفون وكيعربنوا عليهم، وانتم يعني حيت ما كتكونوش مفعلين الجرس يدعوا لكم الهمزات، وحنا كنبغيو لكم كل خير وكاع لي كليون ديالنا السواسيه. دونك الكوزينه اللي كاينه في هذا لابارتمون هذه كيف ما شفتوها كوزينه اللي هي ايكيبي عامله النوعيه ديال الام دي اف. هنايا اخترت الام دي اف هذا الكولور هذا اللي هو بياض كاسي، يعني تقريبا حليم الشيل الباج، لان لاحظت ان الكولور ديالهم حليم الشيل الباج فريمون كانت كوزينه في المستوى. بالنسبه للناس اللي غيسقسيو على هاد لي ماتيريال اولا لي ماشين اللي كاين هاد الكوزينه هادي واش غيبقى،
هو راه ما تيبقاش. يعني كيف ما شفتوا هنا، لكن الميكرو اوند كاين فلان كاين نيبيره، كاع لي ماتيريال اللي كاينين هنا بوطا اون كاستخيف تلو راه ما غيبقاوش. ولكن الا كنتي انتريسي بهم عيطنا في التليفون حنا نشوفوه مع مول لابارتمون، وهكذا غادي نعرفوا الاسمنه ديال كل حاجه. ممكن نذكركم بالموقع ديال هاد لابارتمون، هادي دغيا دغيا لابارتمون ديالنا كتواجد في مسنانه. مسنانه فين كاينه؟ في طنجه، قريبه من سوبر مارشي مرجان اللي كيتواجد على طريق الرباط يسمى شارع الجيش الملكي، قريبه من طريق الاطلس، قريبه من برام السنيه، قريبه من مجاهدين، وطبعا طبعا قريبه حتى من السونتر فيل، بحكم ان جميع المواصلات كتوصل لكم حتى الباب ديال لابارتمون ديالكم. جات في الطابق السابع، وطبعا العماره فيها لاسانسور، فيها السندي، فيها الكاميرا سيرفيونس، وكاين العساس، راكم مامنين ومحميين 24 ساعه على 24 ساعه. دونك بلا ما نزيد نطول عليكم، الثمن ديال هاد لابارتمون هادي هو 77 مليون سنتيم كاع الاصلاحات اللي كاينين فيها، وبالدرهم هي 770 الف درهم. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يحاولوا العمله من الدرهم، العمله ديالهم الاجنبيه، راه كنكتب لكم ديجا الاسمنه حتى لتحت بالنسبه للناس اللي ما سمعوش مزيان. دونك الثمن 700